أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نسلط فيها الضوء على عودة العمليات الإرهابية إلى العاصمة المؤقتة، وآخرها محاولة استهداف منزل مدير أمن عدن شلال شائع. من جديد، تعود العمليات الإرهابية إلى العاصمة المؤقتة عدن، معلنة انتهاء فترة الهدوء الذي أعقب عملية تطهير المديرية المنصورة من الجماعات المسلحة وعناصر القاعدة. أحدث العمليات استهدفت منزل مدير أمن عدن اللواء شلال شائع. شرطة عدن في بلاغ صحفي قالت إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري يرتدي زيا نسائيا انفجرت قبل وصولها إلى منزل اللواء شلال شائع في حي التواهي. العملية أسفرت عن إصابة أحد أفراد الحراسة بجروح طفيفة واحتراق سيارتين كانتا بالقرب من موقع الحادثة. حادث جديد يزيد من حجم التعقيدات على الساحة في عدن المرتبطة بالمعركة الدائرة ضد الجماعات المسلحة وعناصر القاعدة في المحافظات الجنوبية والشرقية من البلاد. فهل تعتبر هذه العملية إعلان عودة الانفلات الأمني الذي طالما أرق أمن عدن طوال الفترة الماضية؟ أم أنها محاولة لتخفيف الضغط الذي تتعرض له التنظيمات الإرهابية في كل من حضرموت وأبين ولحج؟ وما مدى نجاح السلطات في حسم المعركة ضد تنظيم القاعدة في جنوب البلاد على وجه العموم؟ هذا ما سنناقشه في حلقتنا هذه من زوايا الحدث، وقبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير. مرة جديدة يضرب الإرهاب العاصمة المؤقتة، فتزداد الأسئلة عن مستقبل الوضع فيها، أسئلة تعكس تصاعد المخاوف من عودة الرسائل الإرهابية بعد فترة من الهدوء الذي أعقب تطهير المنصورة وأوكار الجماعات المسلحة. أحدث تجليات العنف انفجار سيارة مفخخة استهدفت منزل مدير أمن عدن اللواء شلال شائع في مديرية التواهي. بحسب الرواية الرسمية فإن السيارة قادها انتحاري يرتدي زيا نسائيا وانفجرت قبل وصولها بوابة المنزل بعد أن أطلق حارس البوابة النار عليها، ما أسفرت عن إصابة أحد أفراد الحراسة بجروح طفيفة واحتراق سيارتين. حدث هذا للمرة الثانية التي يستهدف فيها منزل مدير الأمن، وهو حدث خطير على ما اتضح. فبعد تطهير كافة مناطق عدن من العناصر المسلحة وتوسيع العملية الأمنية، وفي ظل وجود قوات التحالف العربي وأجهزة المخابرات ومكافحة الإرهاب، رغم ذلك يستهدف منزل رجل الأمن الأول في المحافظة. كيف ولماذا ومن يقف وراء هذه الرسائل الإرهابية في هذا التوقيت؟ أسئلة مهمة. وقبل أي حديث آخر وبعيدا عن التهم وبيانات ما يسمى بتنظيم الدولة الذي يعلن عادة عن تبنيه لتلك العمليات، استهدف منزل الرجل بسيارة مفخخة وليس بعبوة نازفة. المنفذ إذن جهة تعرف هدفها، تتعقب رؤوس الدولة وقيادات الأمن وتمسح المنطقة عدة مرات لتفلت من فخاخ أمنية بالغة الصرامة في توقيت بالغ الصعوبة. أما لماذا يستهدف شلال شائع؟ فذلك أمر مهم. جاء بالرجل في ظروف بالغة الحساسية والخطورة إلى رأس جهاز الأمن والشرطة في العاصمة المؤقتة، وخاض معارك التحرير في مكافحة الإرهاب. أيا يكون الهدف، فتلك كارثة يجب التصدي لها بحزم وتحديث سياسات والاستراتيجيات تجاه حماية قيادة الدولة وتأمين مدينة رسم لها أن تكون عاصمة مؤقتة للبلاد ومنطلقا لاستعادة الدولة. ليس إلى الآن في منطق السياسة والوقائع ما يفيد في فهم المصلحة لمثل هذه الهجمات التي تصب على نحو أو آخر في خدمة الحوثيين والصالح. وبغض النظر، فثمة من يرى أن هذه العملية جاءت للتخفيف من الضغط الذي تعانيه عناصر القاعدة في أبين وحضرموت والحوطة، ولفت الأنظار عن النجاحات التي حققتها قوات الأمن والجيش مسنودة بقوات التحالف في تلك المناطق. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام الناطق باسم شرطة عدن عبد الرحمن النقيب. مساء الخير سيد عبد الرحمن. مساء النور عليك. أهلا بكم سيد عبد الرحمن، هل لك أن تطلعنا أكثر حول تفاصيل الحادثة التي استهدفت منزل اللواء شلال شائع؟ نعم. ما حدث اليوم يعني هي ضمن النجاحات التي حققتها أجهزة الأمن بمكافحة الإرهاب، ومن ضمنها أيضا مطاردة وتصفية جيوب وخلايا ومنابع الإرهاب في كل من سواء في العاصمة عدن أو في المناطق المجاورة والمحيطة في عدن. اليوم كان يعني ليست نفس الهجمة أو الاستهداف الذي حدث في منزل اللواء الذي يعتبر للمرة الثانية بسيارة مفخخة. كان الحدث الأول أيضا في 17 يناير
وكان في سيارة هيلوكس ويقودها انتحاري. أما هذه المرة فكانت عن طريق سيارة سوناتا لونها الأحمر، تقودها أيضا يعني يقودها انتحاري بزي يعني متلبس أو متنكر بزي نسائي، حتى استطاع أن يصل إلى البوابة، وهناك كان حراسة المنزل البوابة الخارجية أيضا للمنزل في يقظة عالية، وتم إطلاق النار عليها فور تجاوزها الحواجز الأمنية وتم تفجيرها على الفور، ما أدى أيضا إلى إصابة حارس البوابة بجروح طفيفة. هذا يدل على أن هذه المرة يعني متنكرين بزي نسائي، يدل على اليقظة الأمنية العالية وعدم عبورهم أو تنقلهم من منطقة إلى أخرى نتيجة للنجاح. نعم أستاذ عبد الرحمن، تقطعها الأجهزة الأمنية المسنودة بمقاومة الجنوبية والتحالف. هناك تطور واضح على الصعيد الأمني في محافظة عدن، لكن تحدث البلاغ الصادر عن أمن شرطة عدن عن إجراءات أمنية قامت بها عقب إحباط هذه العملية، حدثنا أكثر عن طبيعة هذه الإجراءات. نعم، الإجراءات الأمنية هي مستمرة يعني منذ قبل التفجير وليس من بعد، يعني فقط إنما هناك تشديد للإجراءات في حدوث العملية الانتحارية، حيث شددت أجهزة الأمن في النقاط ويعني تسربت من حملة التفتيش في الواقع على الشوارع المؤدية من وإلى المديريات، وكذلك تندرج هذه العملية التي تسعى إليها بعض العناصر الإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن الاستقرار والاستقرار والتي نعم. هي والاستقرار وهي التي تلفظ أنفاسها. طيب الأخيرة سيد عبد الرحمن، الإرهابية سيد عبد الرحمن، يعني تقول المعلومات أن العملية نفذها انتحاري يرتدي زيا نسائيا، هل عرفتم من هو هذا الانتحاري ومن هي الجهة التي تقف خلف هذه العملية؟ هذه العملية معروفة وواضحة ورصدتها أجهزة الكاميرا المراقبة، السيارة وكذلك أفراد النقاط الذي قمنا في التحقيق معهم فور يعني الحادثة أكدوا لنا أن السيارة مرت من عندهم من يعني وأنها يعني الانتحاري يرتدي يعني ثوب أو يعني متزيد يعني لبس نسائي، وكذلك حتى أنه وصوله إلى البوابة وقام بالانفجار، حتى أنه يعكس أنظار الرأي وكذلك رأي الجنود وعدم تركيزهم على ذلك. هذه المرة اتخذ طريقة أخرى بعد هزيمتهم المتتالية وتصفية جيوب ويعني الخلايا هذه الإرهابية، وكذلك حملة المداهمات التي أيضاً نفذتها أجهزة الأمن يوم أمس بالتعاون يعني مع المقاومة الجنوبية والتحالف العربي، ومن ضمنها أيضاً مداهمة وتصفية هذه العناصر في المناطق المحاذية لعدن، ومن ضمنها مناطق في الواط وصدر، وكذلك الضبط يعني رجمة الصواريخ التي كانت قد أطلقت عدة قذائفها الاثنين الماضي على مطار عدن الدولي، مما سبب انزعاجهم وقاموا بالتفكير بهذا يعني الأسلوب لاستخدام يعني هذه المرة طريقة أو أسلوب قذر يعني في إجرامي لاستهداف قائد أمن عدن اللواء شلال علي شايع. نعم نعم أستاذ عبد الرحمن، أستاذ عبد الرحمن اسمح لي أن تبقى معنا. ينضم إلينا الآن رئيس تحرير عدن الغد الصحفي فتحي بن الأزرق. مساء الخير أستاذ فتحي. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناة بلقيس. حياك الله أستاذ فتحي، ما أهم ما سجلته كمتابع من هذه العملية التي استهدفت اللواء شلال أو منزل اللواء شلال شائع من ملاحظات يمكن البناء عليها؟
الحقيقه ان العمليه التي وقعت هذا الصباح هي عمليه اعتياديه مثل اي عمليه اخرى تقع في اي دوله اخرى. الكثير من العمليات الانتحاريه تقع في الكثير من المدن بينها المدن التركيه والمدن العربيه الاخرى، لا يمكن اعتداد اننا حدث هو خرق امني، وانما هو ياتي ضمن خطه امنيه تنفذها سلطات الامن في عدن منذ اشهر، وشاهدنا خلال الاشهر الماضيه قوات الامن وهي تبسط سيطرتها على مدينه المنصوره وعلى محافظه سهد وعلى اجزاء من محافظه ابين، واخيرا محافظه الحضارة تحديدا مدينه المقلة. عامة العملية تأتي ضمن عملية محاولة خلط الأوراق وحالة الصراع الموجودة في عدن، لكن أنا شخصيا أتوقع بأن قوات الأمن ربما تفرض السيطرة المطلقة على مدينة عدن. نعم. يعني هناك تطور واضح أستاذ فتحي، هناك تطور واضح في الطبيعة الأمنية ويعني استتباب أو الأمن في داخل محافظة عدن، وهناك عمليات تواجه التنظيمات الإرهابية في المناطق الجنوبية بشكل عام. هل تقرأ يعني محاولة من قبل هذه التنظيمات الإرهابية للرد على هذه العمليات التي قامت بها السلطات في المحافظات الجنوبية من خلال استهداف اللواء شلال شائع؟ بالتأكيد هذه العملية هي استهدفت اللواء شلال مدير الأمن وهو أكبر مسؤول أمني في مدينة عدن، وحاولت محاولة اغتياله. هذه الجماعات هي لجأت إلى محاولة التفجير هذه بعد أن خسرت الكثير من المناطق التي كانت تسيطر عليها، كانت تسيطر على مديرية المنصورة القريبة من التوان، كانت تسيطر على لحج بشكل كامل، كانت تسيطر على الكثير من المواقع والكثير من المناطق، لكن مؤخرا هي من خسرت كل هذه المناطق. لكن في مواجهه قوات الامن او السلطه المحليه هي التي تكسر في هذه المحافظات، هي باتت حاليا مدينه عدن مؤمنه بشكل كامل وكل المناطق بيد السلطه الامن محافظه لحج ايضا. اذا مقارنة بسيطة وسهلة للوضع نجد أن الوضع يميل لخلال قوات الأمن التي تسد سيطرتها حاليا على الكثير من المناطق. جميل. محاولات الاغتيال هذه هي محاولات يائسة لعرقلت العملية الأمنية التي تمضي وفق خطط منظمة وبدعم شرعي ورسمي من جميع. طيب دعني من هذه النقطة أعود إلى الناطق باسم شرطة عدن الأستاذ عبد الرحمن النقيب. أستاذ عبد الرحمن، يعني هناك معلومات تحدثت عن عملية أخرى تمت اليوم، هل هذه المعلومات صحيحة أم لا؟ هل إيش العملية؟ عملية عن محاولة اغتيال لقائد نقطة كالتكس بمدينة الشعب. نعم. هل هذه صحيحة؟ نعم. العملية؟ نعم نعم، هناك يعني معلومات وأيضاً تواصلنا مع الباحث و العمليات وأكدوا لنا أن العميد فريز الحالمي قائد نقطة كالتكس وأيضا كان قائد جبهة المطار أثناء الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على العاصمة عدن وبقية المحافظات الأخرى، حيث أن أصيب العميد فريز وعدد من مرافقيه بعبوة ناسفة استهدفت سيارته أثناء زيارته للشيخ محمود مطلق بمدينة الشعب التابعة لمديرية البريقة. وبحسب المعلومات أن العميد فريز بعد نزوله مباشرة من السيارة انفجرت العبوة حيث أصيب إصابة طفيفة، نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. طيب. وهذه أيضا الاستهداف هي من ضمن الاستهداف التي المتكررة. طيب في هذه النقطة تحديدا أستاذ عبد الرحمن، نعم في هذه النقطة تحديدا بحكم كونك الناطق باسم شرطة عدن، ما مدى جاهزية الأجهزة الأمنية وما هي النواقص التي تحتاجها من تجهيزات لوجستية وكذلك معدات سواء من قبل السلطات المحلية وكذلك من قبل قوات التحالف العربي التي تدعم الأجهزة الأمنية في عدن؟ ما هي احتياجات الأجهزة في الأمنية هناك؟ هناك نقص كبير في الأجهزة وأيضا الاحتياجات الخاصة للأمن، رغم أن الآن الأمن يعمل بكل جهد يعني بجهود ذاتية دون أي دعم من
جهات اخرى فيها ايضا دعم يعني لوجستي ودعم من التحالف العربي وفي مقدمتها الامارات والمملكه العربيه السعوديه التي ايضا قطعت شوط كبير في اعاده وتفعيل مراكز الشرط واعادتها الى العمل والذي ساعد الامن بإعادة يعني العمل وحل قضايا المواطنين ومتابعة أيضا العناصر الخارجة عن النظام والقانون المرتبطة بأجهزة استخباراتية التي تقوم على زعزعة الأمن والاستقرار. فرغم كل هذه الإمكانيات أيضا التي لا يعني تكفي أجهزة الأمن يعني بمواجهة يعني أغلب يعني بعض التحديات إلا أنها حققت إنجاز كبير على الأرض ومن ضمنها أيضا تحرير مناطق يعني أغلب المناطق في عدن وإعادة الأمن إليها وكذلك ضبط عدد من النظام والقانون نعم أشكرك جزيل الشكر الناطق باسم شرطة عدن عبد الرحمن النقيب كنت معنا عبر الهاتف من هناك. وأعود إلى السيد فتحي باللزرق. سيد فتحي يعني بالنظر إلى ما يجري في بقية المحافظات الجنوبية من عمليات ضد التنظيمات المتطرفة وحتى العمليات الأمنية بداخل مدينة عدن، ما الذي تتوقعه في قادم الأيام بخصوص الملف الأمني هناك؟ الحقيقة أن الملف الأمني في مدينة عدن هو ملف معقد للغاية. المدينة خرجت من حرب دامت 4 أشهر وشهدت ضخ هائل الأسلحة، ضغوط كامل لقوات المؤسسات الأمنية في عدن، ضعف البنية العسكرية بشكل كامل. كل هذه العوامل ساهمت بشكل أو بآخر في ضعف البنية الأمنية في عموم مدينة عدن. لكن عقب الحرب باشرت السلطات المحليه عمليات امنيه واسعه، باشرت تأسيس كثير من اقسام الشرطه في المديريات، ساهمت او عملت بشكل اوسع في وضع النقاط او التزام الامن لمدينه عدن. السلطات الامنيه والسلطات المحليه بشكل عام هي تحاول ومنذ فتره استعاده الامن في مدينه عدن، وهي تحقق الكثير من التقدم، لكن عامه بالمطلق لا يمكن الوصول الى حال امنيه مستقره في عدن ما لم تبنى اجهزه الامن بشكل منظم وصحيح. السلطات تبذل الكثير من الجهود في هذا المجال، وشاهدنا الكثير من الارتفاع العسكري والامني التي تخرجت، وشاهدنا الكثير من اقسام الشرطه التي اشتغلت بشكل كبير، وحال الوضع الامني في عدن استطيع ان اقول طيب انه يتحسن بصوره كبيره. طيب من ناحية التحديات التي كانت موجودة سيد فتحي في الملف الأمني تحديدا ملف دمج الأفراد المقاومة في الأجهزة الأمنية وكذلك الجيش، هل حلت الإشكاليات المتعلقة بهذا الملف؟ هي بالتأكيد لم تحل بشكل كامل، وسبب أن إقامة جيش وطن وإقامة هذا الشرطة هو عمل متصل بالتسوية السياسية الأمنية بشيء تكون العملية متصلة بوزارة الداخلية فيما يخص قطاع الأمن، متصلة بوزارة الدفاع فيما يخص قطاعات الجيش، لكن عامة السلطات حاولت أن تعمل ولو بصورة منفردة ترميم ما يمكن ترميمه. فبهذا صورة تعيد الألاف في قطاع الأمن والألاف في قطاع الجيش، لكن وجود هذه المنظومة العسكرية أنا شخصيا أعتقد أنه مرتبط بتسوية سياسية كاملة تضمن إدخال الآلاف من هؤلاء ضمن قوات الجيش بشكل رسمي، استلامهم لمرتباتهم بشكل رسمي، اعتبارهم بشكل رسمي قوة عسكرية وأمنية حقيقية. لكن عامة السلطات في عدن هي تجد أنها ملزمة أو مضطرة لإيجاد خلال أخرى بينها تجنيد الآلاف، وهو ما تم خلال الأشهر الماضية. هناك الآلاف من الأشخاص الذين تم تجنيدهم. نعم سيد فتحي. وحاليهم يعملون في مجال الأمن والجيش. أشكرك جزيل الشكر رئيس تحرير عدن الغد الصحفي فتحي باللزرق كنت معنا عبر الهاتف من عدن. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية الأستاذ نبيل البكيري. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور. أهلا بك أستاذ نبيل. إلى أي حد ستنجح القوات العسكرية وقوات التحالف في حسم المعركة ضد تنظيم القاعدة جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية في عدن والمحافظات الجنوبية بشكل عام؟ باعتقادي معركة الإهراب
لا تتوقف عن حدود الانتصار العسكري. فمعركة الإرهاب بدرجة رئيسية هي معركة متعددة ومعقدة الأسباب، ويحتاج ملف الإرهاب وملف الجماعات الإرهابية إلى اشتغال متعدد الأبعاد، اشتغال سياسي، اشتغال أمني، اشتغال تنموي، وبالتالي سيكون من الصعب جدا الحديث عن نجاحات عسكرية لا تتوازى مع معالجات حقيقية سياسية تتعلق باستعادة الدولة وملء الفراغ الأمني الموجود في هذه المنطقة. وبالتالي أنا باعتقادي لو سلمنا جدلا بنجاح المشوار أو المجهود العسكري الآن، فنتمنى أن يرافق هذا المجهود أو هذا العمل العسكري اشتغال آخر أمني وسياسي يؤدي إلى استعادة الدولة في هذه المناطق، ويؤدي إلى إعادة مؤسسات الدولة وأجهزتها. طيب في هذه النقطة أستاذ نبيل، يعني ما مدى قدرة ونجاح يعني القوات الحكومية في الاحتفاظ بهذه الأراضي التي سيطرت عليها، خاصة مع وجود نوع من الفوضى وعدم الاستقرار في هذه المناطق؟ لذلك أنا تحدثت وقلت منذ البداية أنه لا يجب التعويل مطلقا على الجانب العسكري في حسم معركة الإرهاب، لأن هذه المعركة متعددة الاتجاهات ومعقدة الأسباب، وبالتالي يقدر بنا الحديث أيضا عن وجود دولة أو سرعة استعادة مؤسسات الدولة لعملها وأجهزتها في هذه المناطق، معالجات سياسية حقيقية لمسألة الشتات الهوياتي الذي يضرب منطقة جنوب اليمن بشكل كبير، وخاصة مع وجود الفوضى التي ترافق فيها اشتغال مخابراتي أجنبي كبير لتشتيت الجهود في هذه المنطقة، وبذر النعرات المناطقية والانفصالية، وكل هذه الجهود تصب في صالح عودة مشروع الفوضى وتجدر جماعات الإرهاب والعنف في هذه المنطقة التي وجدت فراغا أمنيا، فراغا سياسيا وأمنيا كبيرا استطاعت من خلاله أن تتواجد في هذه المنطقة. وبالتالي مرهون النجاح اليوم على استعادة الدولة وتوحيد هوية الدولة ومظلتها السياسية والشرعية لمواجهة هذا الفراغ. طيب هناك نقطة ملاحظة أستاذ نبيل، أن يعني كلما دخل الجيش إلى مناطق ضد تنظيم القاعدة كانت هناك ميليشيات مسلحة أو جماعة أو فصائل لنتحدث ليست تابعة بشكل رسمي لهذا الجيش، ما مدى إشكالية ذلك أو إشكالية حدوث اضطرابات أمنية مستقبلية، خاصة ونحن نرى النموذج الخاص بعدن وإشكالية إدراج الأفراد المقاومة في الجيش والأمن؟ لا شك أنه الحديث الآن في هذه المرحلة عن وجود كيانات ووجود جماعات متعددة ومتفرقة الأهداف في هذه المنطقة ومتعددة الولاءات يشكل خطرا كبيرا على مؤسسات الدولة وعلى وحدة مؤسسات الدولة وهيكليتها، مما يؤدي ويولد في فترات قادمة سيؤدي إلى وجود وتنازع للمصالح وتنازع للهويات الضيقة والعصبوية في المناطق الجنوبية كما حصل في الجنوب في عدن تحديدا، وهذا يؤدي بدرجة رئيسية إلى استعادة زمام جماعة العنف لأجندتها واشتغالها على التموضع في هذه المناطق وتوسيع نفوذها واستقطاب المزيد من الجماعات والأفراد الذين لا يشتغلون تحت رابط أو تحت هوية واضحة وهي هوية المؤسسة الأمنية والعسكرية لدولة الجمهورية اليمنية. وبالتالي نحن أمام خطر كبير، هذا الخطر نتمنى أن نتجاوزه بسرعة إيجاد مؤسسات وطنية يتم استيعاب هذه المجاميع وهؤلاء الأفراد الذين شاركوا في المقاومة في إطار مؤسسات الدولة وتجنيدهم وإعادة تأهيلهم، تأهيل يرتكز على وجود هوية وطنية واحدة وسيادة واحدة يكون فيها الوطن اولا واخيرا في قاموس وفي حسابات هذه الجماعات. يعني باعتبار ان التغطية الإعلامية قد احيانا تتسبب في تضخيم بعض المشاكل ويعني نقاط الخلل في نواحي او اماكن متعددة في المدن والمحافظات، يعني بحكم تجربتك او بحكم بحثك في شؤون الجماعات الإسلامية، ما هي النصائح في عملية التغطية الإعلامية لهذه الاحداث؟ هل كلما زادت التغطية كلما ساهمت أكثر في
التخفيف من هذه الأحداث ومتابعة الجهات الأمنية لها، أم أن هناك حاجة إلى نوعا من أو إلى نوع من غض الطرف عن بعض ما يحدث حتى يعني ينسى الناس هذه الإشكاليات من حين إلى آخر، مما يؤدي إلى ضعف الاهتمام بها وموت المسببات التي تستدعي إحداث عمليات يعني إرهابية أكثر مع الوقت؟ لا شك أنه للتغطية الإعلامية التي لا تستند إلى تغطية حقيقية على الأرض ومعرفة خارطة الأحداث وزوايا الأحداث في هذه المناطق تؤدي إلى إرباكات وإشكالات أمنية كبيرة. أنا باعتقادي أنا أيضا مع وجود تغطية حقيقية، وجود تغطية مهنية منصفة دقيقة تستقي معلوماتها من حقائق ومن الأرض، بدل أن تكون تغطيات تعتمد على مصادر تخونها كثيرا هذه المصادر في عدم توصيف دقيق لهذه الأحداث. وبالتالي أنا باعتقادي فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية يجب التركيز بدرجة رئيسية على وجود مراسلين حقيقيين، مراسلين دون أجندات خفية لهم في هذه المناطق، بحيث يلتقطوا الأحداث كما هي، لأنه زاوية التضخيم الإعلامي فيما يتعلق بملف القاعدة أصبح يتحمل الكثير من التضخيم الذي فاق أو خرج على حدود الوصف وعلى حدود المنهجية في التعامل والتعاطي مع هذه الأحداث، مما قسر وقسم من هوية ومن ظاهرة العنف والإرهاب وحول منطقة الجنوب أو اليمن عموما إلى بؤرة من بؤر الالتهاب والاشتغال لجماعات العنف، وهو ما لا يعكس حقيقة الصورة في الاشتغال المخابراتي والأمني الذي يتوازى ويفرح كثيرا في تكسير وتقسيم هو وحقيقة جماعات العنف ليشتغل عليها من خلال الاشتغال الإعلامي والمخابراتي. شكرا لك الباحث في شؤون الجماعة الإسلامية الأستاذ نبيل البكيري، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات في هذه الحلقة. في ختامها تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمان وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.